في مستعد هذه النظرة. أنا عارض عليكم نبذة عن أهم الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين دورة فبراير الماضية ودورة مايو، والتي كانت حافلة بأنشطة تنموية اجتماعية بيئية ثقافية ورياضية، مما يعكس جهود مجلسنا الموقر المتواصلة في سبيل تنمية مدينتنا. حضرات السيدات والسادة، تنعقد هذه الدورة ونحن على مشارف موسم الاستضافة، حيث سجلنا بارتياح كبير مستوى تقدم أشغال تهيئة المنطقة السياحية والتي من شأنها أن ترتقي بجاذبية شاطئ المدينة، مما يستدعي من التفكير مليا لإخراج نموذج حكامة يمكننا من تدبير جيد ومحكم للمنطقة السياحية للمحافظة على جاذبيتها مما يليق بساكنة المدينة وزوارها. في إطار تتبع تنزيل برنامج تياء حضرية لأكادير 2024، حضرنا أشغال مجموعة من الاجتماعات والمجالس الإدارية لشركة النمية المحلية، وقمنا بزيارات ميدانية يومية لتفقد مستوى تقدم مكونات هذا الورش المهني، وذلك في تنسيق تام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل ضمان سيرورة الأشغال بهذه الأوراش وتفاديا لأي عرقلة أو تأخير. قد سجلنا تقدما مهما على مستوى المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الحضارية خلال الفترة الأخيرة، ونخص على سبيل المثال للحصر كل من الطريق لمدارس الشمال الشرقي لمدينة أكادير الذي يربط مطار المسيرة بميناء أكادير الطريق السريع، وذلك بالنظر إلى ما تكتسيه هذه المحاور من أهمية بالغة في ضمان انسيابية السير والجولان داخل المدينة. كما أسعدنا إعطاء انطلاقة الأشغال لإحياء صفوح بجمال، والتي سوف تستفيد من تهيئة شاملة على مساحة إجمالية قدرها 2 هكتار في إطار تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف العيش الساكن. من جهة أخرى، سجلنا تقدما مهما في أشغال إعادة تدريب وحدات التدريب الأولي على مستوى أحياء تعرض أهرب تدريب أمزة وأدرار، إضافة إلى أشغال إعادة تهيئة مبادئ الأنشطة الثقافية بعدد من أحياء المدينة، وكذا تأهيل مبادئ الحالة المدنية لكل من مسيرة رياض السلام ميناء أهرب تدارت أمزار تكريم وأدرار، فضلا عن افتتاح المجمع الإدارة لشاطئ أبيدير وانطلاق أشغال تأهيل ملاعب أحياء الصفا تكريم أهرب وغيرها من الأحياء. بالضبط، يعني قد الدورة العادية ديال شهرين واللي فيها تقريبا يعني ما يناهز يعني 40 نقطة في جدول الأعمال، واللي هي يعني منقسمة على يعني على 3 أشواط إن شاء التعبير، اليوم الاثنين وأيضا يوم الأربعاء. وبالنسبة للأسئلة الأجوبة على الأسئلة الكتابية يعني يوم الجمعة المقبل. إذا أهم يعني اللي جاء في جدول الأعمال ديال هذه الدورة هو يعني برمجة يعني الفائض ديال الميزانية ديال 2023، وأيضا بالنسبة لواحد العدد ديال اتفاقية الشراكة أيضا في جدول الأعمال. أيضا هناك واحد المقطع المتعلق بتعديل القرار الجبائي. إذا غير كما هذا واحد العدد ديال النقاط اللي كتصب أيضا في مواكبة من جهة تنزيل المشروع ديال التهيئة الحضارية بالنسبة لأكادير، وأيضا أيضا إنجاز يعني أو لا نسبة إنجاز ديال برنامج ديال برنامج عمل ديال الجامعة. إذا الحمد لله الأمور كتمرقين في جو يعني مسؤول من الجميع، اللي أكيد أنا نستر بأنه الهدف هو أننا نجودوا العمل المقدم لساكنة أكادير. اليوم 6 مايو في هذه الأثناء كتنعقد الدورة العادية لمجلس جامعة أكادير. هذه الدورة اللي فيها تقريبا 39 نقطة وفيها واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي جد مهمة. النقطة الأولى كتعلق ب يعني تقييم ديال برنامج ديال الجامعة الكريش السنوي، اللي عليه التقييم السنوي ديال برنامج عمل الجامعة، وذلك ل يعني إعطاء واحد المجموعة ديال التوضيحات والمعلومات حول المشاريع اللي كانت برمجات في هذا البرنامج اللي تحققت، اللي كانت يعني تقررت أنه دار إلى حدود يعني مارس أو أفريل 2024، لأن التقرير السنوي يعني منصوص في البرنامج عمل الجامعة مؤشر عليه على أنه كيكون في خلال شهر مايو. وبالتالي فهذه الدورة قدمت فيه يعني المشاريع المنجزة والمشاريع اللي ما تنجزات، يعني خص يبين المكتب المسير علاش ما تنجزات، شنو هما الإكراهات، واش يمكن باقي يدارو اللي ما كدار. إذا هذا هو
يعني تقييم ديال يعني برنامج ديال العمل الجماعي في سنتيه الاوليتين يعني في الى حدود ماي 2024. النقطة الثانية اللي كاينة هي انه البرنامج ديال الفائل الحقيقي، هاد البرمجة ديال الفائل الحقيقي اللي كانت غدار في شهر في الدورة ديال فبراير، ولكن نظرا لان كتعرفوا ان الحصه ديال الفائل الحقيقي راه كيجي للجماعة من عند الخزينة العامة، هي اللي كتعطينا الارقام ديال الفائل الحقيقي ديال الجماعة، وهذا الفائض اللي يعني اللي دار واحد الجزء فيه غادي يمشي لشركه العمران بحكم انها عندها واحد مجموعه ديال المشاريع اللي كتنجزها في اطار برنامج التنميه الحضاريه، وهذا البرنامج اللي كيعرف الجميع انه هي ديك الاتفاقيه الاطار اللي تسند امام انظار صاحب الجلاله، وواحد القسط كذلك اللي هو يعني واحد ثلاثه الاربع ديال هذا الفائض يعني غادي يتحول لشركه التنميه المحليه سوستيه، وذلك كذلك لانجاز المشاريع المبرمجه في اطار برنامج التنميه الحضاريه. اذا هادو واحد جوج نقاط اساسيه اللي يعني كيتداول فيها المجلس ديال جامعه اكادير في هذا اليوم.